بس خل حقك مع دقيقة دقيقة خلوه 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 حقك دقيقة وخر علي علي تعالي علي يلا أيوة أترك مش تبرير الموضوع مش تبرير أول شيء أهدو أعترف في مرة 64 جويكن أبسوي حركات يا أبو ساعة ونصف حدك على أسوي حركة وحوش وخر علي غص على أجنة خلاص ما بعترف اعترف اعترف خلاص يا عيال انا بعترف شو اللي حدك عليها يا عيال شو اللي حدك عليها يا عيال الصدق صدق اعطيكم اياها سرعة والله نكسر راس ما نبدا الموضوع هل بيبقس اعترف الموضوع هل بيبقس هل بيبقس وشون يا عيال بحمضيات ماشي يا رجال والله ماشي يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال يا اسبوع اسبوع ما شربت تكفون اسبوع ما شربته تكفون تكفون يا عيال تكفون تكفون المكيف ثلاجة لا 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 يا عيال برا برا غش هذا مو به هذا حتى مو مرتشي هذا بهتان ايوه بيان امام الخلق يا اخي الحين هادي تشعرون ببعض من الخلق شلون طيب لا هادي ترى معكم على فكره يعني لا هادي معكم لا هادي اي معكم هادي في اللجنه المنظمه للعبه صحيح لا 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 هم اربعه لا هم وقتها أربعة. وقتها قانونيا هادي كان مو بفريقنا اي من اللجنه المنظمه للعبه هم اربع اشخاص واحد امر صح؟ امر وغش على البيان بيانا اخذ هذا بهتان بيني وبينك قهرني يوم هادي نطلع النفاخه طيب المشكله شو اسمها هي النفاخه هذه فريق ما ادري ايش كانت مشاكل داخليه البالونه لكن لولا تحكي والله استقرار والله استقرار وكانه مبني محمد الدرا منك الفساد تعال هذا الفاشل وينك يا ولد شوف مطلعينك ونبيك محزن طلعت فاشل يا فاشل يا اي بر يلا مع الحكم قال لبنفسج يبغى يروح ياخذ ما راح النادر الغبي بغيت اعطيه نظارتي يا اخي يا اخي ما يصلح برا 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 لا تعطيه حتى قلب لا تعطيه لا اجيك انا ما تمشي الا بالعيال الحمراء طلعت هيبه يا رجل طلع عليك طلعت هيبه ابو هادي شخصيا ابو هادي طلع هيبه والله العظيم تحليلك يا ابوه انا تحليلي شوف الوضع اللي صار ان احنا فريق نستحق غير صحيح حتى لو ما اخذنا باللون غير صحيح اخي ما عهدت عليك هذا اللعب ما عهدت عليك ما هو انت رجل صادق رجال ندور على النقاط احنا رجال ندور على النقاط ظلم على بيان بس الجميل في الموضوع الجميل في الموضوع الرجال مدمن على قولتهم احد المشروبات حلو رشاق غازية يا رخيص حمضيات حمضيات ولا وليته بعد دبه كبيره ليته دبه كبيره كاس كاس حمضيات رجل يحب الحمضيات طيب وش تسوي عادي انت عندك مشكله مع شيء لا مره انت عندك مشكله ما عندي مشكله انت عندك مشكله شيء لا ما عندي شيء حبيبي زعلت من الخساره انا بس فزنا بالاولى والثانيه الثانيه له الاولى الخساره اخوي علي ما جاء نجاح لا 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 هذا من لا 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 الاولى هي فزنا بالاولى الاولى ما فزتوا فيها الا فزنا الاولى الغوها لا موجوده الاولى فزنا الغيت ألغيت ألغيت غشا عيانا بيانا أسمع. أمام الملك والله الصحيح أنا غشيت اسمع أنت بغشيت وهذا كل الناس ترى معاذ الله من قدد معاذ الله من قدد قميص وما قربناها ايش؟ معاذ الله من قدد قميص وما قربناها وش هذا؟ متأكد من الكلام هذا؟ اي يعني ما غشيت نحن بريئون كبراءة الذئب من دم يوسف والله يا رجل صحيح ندف الكورة عند جميل يقط شفت شلون يرميهم فوق يا أخي ما يصير يا ابو يوسف ما تجمعون كور تجمعون كور تحطونها هناك بدي اوه ليه كيف قدام المرح ليه جايبين ثلاث كور ابو جابر يا رجال من كثر ما جرى هنا حفر هنا والله يعني هو ليك حتى حفر والله جاري جرى والله والله ما شاء الله سريع ابو جابر ما شاء الله طلع على موهبه احنا ما ندري والله طلع موهبه الركض غير الصوت والله لو يعطونا عداء ما شاء الله تدري طالع زعلان هو ايه لا تلومه طالع زعلان هو بياخذ جائزة عداء النسخة عداء النسخة بجاب انا اشوف يا صاحبي ممتع الصراحة هلا ابو مجنح ابو مجنح قال ابغى اشارك انا قلت يا رجال دوب تمشي معاه ابي ركض
كلام كثير وطقت الصفحة. يا ربي بس والله يعني احقاق الحق والله استانس. ايوه على شنو؟ اللعبه. لانك انت انسان بعد مرتشي وكذا. انا ما لا لا اطلع برا. اطلع برا بعد. شلون ترضى بالغش يا اخي تقول مستانس؟ يا ولد هذا يوزع الكلام. لا انت الحين انت الحين صرت ابو يوسف لوهله. زعلت انا لا. انت لوهله صرت ابو يوسف. شلون ترضى بالغش؟ انت لوهله صرت ابو يوسف. يا اخي من يا اخي الشخص اللي يرضى بالخطا هو مخطئ ايضا. لا بس انا اتكلم عن الفعاليه كمجمل. فعالية يعني فيها غش. انتم الغش. هي فيها غش. انتم الغشاشين. لا غير صحيح ما نرضى هذا الاتهام الباطل ابدا. هذا ترى واضح وصريح. لا هذا اسمع فلتبد ودي لونها. ليتكم شارك. ها ها ليتكم شارك. لا لا مشارك صارت سؤال. تعي اقول لك رامي رامي معجب كبر. بس والله يعني السؤال الحين في شخص كان له دخل بالمسابقه دخل مع مشعل اللي سعود. سعود هو كان دوره. فريقنا سعود المفترض المفترض انه فريقنا سعود الحشان. انا ما ادري شنو هو يبي بالمسابقه هذه ما ادري. وكان معنا فجاه لا انتم لو تخيلون ترى كان معه البيضه اللي هي البالونه البيضه بعدين صار معه عقال. والله صدق والله صار معه عقال ما ادري ليش. ما هو بيسوق محمد مفرح ولا بيسوق واحد من العيال ما يبداري صدق. بلونه ولا بلونه؟ ها؟ بلونه ولا بلونه؟ بلونه بلونه. وانت بلونه؟ بلونه 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 بلونه. وابو بن عياش وشي نسميها نفيخه. نفيخه نفيخه. وانت تسميها نفيخه. نفيخه تفيخه تفيخه. اي عاد عندهم الفعاليه الاجمل تفيخه. مسيره تفيخه مسيره. لا سوقه سوق. والله انا اتونس جيته. ايش دعوه انت يا اخي؟ اكثر فعاليه اكثر فعاليه انا ما ادري ليش يسوونها وقت العياد اللي حقت عرفت حقت الالوان ذي اللي ويطرد وراك يا رجل. خطير ترى. لا هذه خطيره. لا خطير يا رجل. لا حقتهم حلوه. وشي عب بلونات اكيد لانك لابس نظارات ما يجيك ماي. حلوه. حلوه والله حلوه. لا اسمع لا هذه قصة المويه. هذه وشي شف ابوك اللي هي البالونات الصغار وتجي مسيره في شوارع كثير. كم شارع عندكم ما شاء الله؟ ها صح. اي تجي اسمع قبل يا ولد انا والله حضرتها. ما حد يزعل. تسوق ما تسوق فهمت. تجيك ما تجيك. لو تزعل انت غلطان. انت ليش تجي؟ ليش يا اخي طيب انا انسان انا انسان نفسيه او انسان قافل ليش تجي؟ قافل الاخلاقي ليش تجي؟ طيب ليش مره بالشارع رايح مره ادور واحد ثاني؟ صح اروح بيت انا. اي دور لك واحد ثاني. والله انت مشكله هني ظل ما في. والله اسمع قسم بالله انا قد انتفت هنا بلونة مويه والحق والله. عادي 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 حلوه والله انها تضحك. هل بتطلوني لشائل ردوا الله ام هل لها بتر؟ تبي تسمع قصته؟ والله يا ليت. الاشياء التي قتلت اصحابه اللي هي انا قلت انا قلت